السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سومدي. النهار ان شاء الله غادي نتحدثوا على واحد الموضوع ديال اعطاء الارانب الخبز الجاف او الكارم. شحال هذيك كنت كنعطيهم الخبز بهذه الطريقه، اسمحوا لي، كنت كنعطيهم الخبز مطحون. يعني كنت انا عندي واحد بحال نقولوا مولينكس، كنت كنطحنهم الخبز، ولكن ديك الطريقه فيها واحد شويه ديال العناء. اما من بعد الى لاحظتوا معايا في هذا الخشبة، يعني عود خشبة، كنت كنعطيه لهم. يعني واحد الفيديو السابق كنت وريتكم الطريقة ديال تقليم الأسنان بواسطة هذا الخشبة، ولكن من بعد وليت كنعطيهم الخبز هكا، ولاحظت أنهم كياكلوه. ها انتوما، انتوما راه واحد الخبز يعني بلا ما نطحنو كنعطيه لهم بهذه الطريقة وراهم كياكلوه. ها انتوما لا لاحظتوا معايا بهذه الطريقة، منها كي يقلموا الأسنان ديالهم، منها كي يستافدوا منه. يعني من هنا لقدام إن شاء الله اللي عنده الأرانب ديالو كيطحن الخبز بهذه الطريقة، راه إلا لاحظتوا كياكلوا الخبز يعني القطع الكبيرة، وكيخليو هاد التفرتيت هكا هكا، هذا هادشي ما كيبغيوش ياكلوه. علاش؟ اصلا بعد هادشي كيدخل لهم في نيوفهم وكيبقاو يعطسوا. لاحظتوا الا كنتو كطحنوا لهم الخبز غادي تلاحظوا انهم كيصوتوا بنيفهم. علاش؟ لان التقابي ديال نيفهم كيتسدوا. هانتوما حتى بالنسبه للكبار يعني الحوامل هما كيديروا نفس الطريقه. انتما لاحظتوا معايا هما كياكلوا الخبز. انتما هو الدكاتره، هو تبارك الله راه ياكل الخبز عندهم. ايه في الكاج، او اذا كان عندكم الارانب ديالكم طالقينهم ارميو لهم الخبز غير هكا طرافي بلا ما تطحنوه بلا والو، لان كاين جوج فوائد في الطريقه. اول حاجه كيقلموا كينقصوا من الاسنان ديالهم باش ما كتبقاش تنمو بزاف، وكيحكوها بحال البرد، عمليه ديال البرد. وفي نفس الوقت هذاك التفرتيت ديال 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 الخبز ما كيشيطش بحال هكا، نقولوا بحال هكا. ها هو ثاني حتى هو هنا، ها هو مشيط واحد شويه هنايا. ها هو هذا الشيء تقريبا ما كياكلوش، لان هما كيبغيو غير الطروفه الكبار، يعني الطرف اللي انتم شو الطريقه اللي كيديروا باش كيبقاو ياكلوا الخبز. انتم سبحان الله، ها كلهم انا نط في الصباح درت لهم الطريقه هذه، ولقيت انهم كياكلوا الخبز بواحد الطريقه يعني سبحان الله. وتقريبا راه ما كيشيطوا والو. هانتوما الكاج من تحت بحرايه، الا كيطيح شي تفرتيت ولا ماشي مشكل، المهم ان هذه الطريقه بعدا كيستافدوا منها باش يمضيو الاسنان ديالهم، وكيقلموهم كينقص ما كيبقاش طويل، وفي نفس الوقت انهم ما كي داك الغبره ما كتدخلهمش في نيوفهم ملي كيكونوا كياكلوا كيبقاو يعطسوا. وفي نفس الوقت العناء ديال المربي انه يبقى ديما يطحن الخبز. جمعوا الخبز اللي كيشيط عليكم ما ترميوش، وديروه في الشمس في واحد ارض ولا في شي خشبه كبيره، وحطوه حتى كيكرم مزيان. ما تعطيولهمش الخبز يعني ما يكونش كارم بزاف، الخبز يكون هكا قاصح. انتما كتسمعوا الصوت ملي كيبغي يقلم هذاك الاسنان ديالو وياكل، راه خاصو يكون كارم بواحد الطريقه حتى كيولي الا بغيتي تقسمو كيتقرد. انتما معايا تبارك الله، انتما راه ياكلو هو الدكار تقريبا، راه سالا هذاك الطرف اللي عطيته له، راه عطيته له قبيله واحد تقريبا واحد ربع ساعه. ها هو انتما. اذا الى عجبكم الفيديو شاركوا معنا، اللي باقي ما شارك يشارك معنا، وتكيو على زر جيم. انا في التعاليق راني كنرحب بكم وكنشكركم، لان حقيقه التعاليق طيبه. والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.